هل من رسالة لتركيا في هذه المناسبة دكتور علي؟ والله نسمع عن الدول لكن ما نرى شيء في الواقع، لأن المأساة وأن هذه الكارثة كارثة عظيمة جدا. 20 مليون أو 5 طائرات ما يصل ولا شربة مياه، ما يصل إلى وفي مناطق ما يصل إليها أحد أصلا، الطرق مقطوعة، فأحوال سيئة والله أعلم. والله المستعان، نسأل الله العفو والعافية وأن يعيننا ويرزقنا الإخلاص والتعاون مع المسلمين. فالمأساة والكارثة وهذا البلاء والابتلاء كبيرة جدا على أهل باكستان. نعم.